أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من نسي طواف الوداع في الحج وقد ذهب إلى المدينة ثم رجع أتى به، فهل عليه فدية؟ نعم، الفدية عليه، ورجوعه من المدينة ما لا قيمة له. إذا سافر ولم يطف طواف الوداع تقررت عليه الفدية ولو رجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. فلا يجوز السفر إلا بعد طواف الوداع، فإن سافر قبل أن يطوف فإنه تتقرر عليه الفدية، وهي ذبح شاة في مكة وزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. نعم.